أهلا من جديد مشاهدينا في الساعة الثانية، نبتدي بتحليل أهم الأخبار الواردة عبر موقع الشروق نت، رفقة الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير موقع الشروق أستاذ الشيخ يوسف. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدكم الكريم، ونهاية أسبوع سعيد عليك. الله يبارك فيك. طيب، أولى الأخبار على موقع الشروق نت، مباحثات عسكرية بين السودان والإمارات. أجرى رئيس الأركان في السودان والإمارات يوم الأربعاء جلسة مباحثات عسكرية على شرف الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور البلاد. وترأس الجانب السوداني رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وتناولت المباحثات عددا من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التدريب وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعارف. وامتدح رئيس هيئة الأركان خلال مباحثات العلاقات بين البلدين، وصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيدا بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تطلع بها دولة الإمارات في المنطقة والإقليم، ودعمها ومساندتها للسودان في مختلف المجالات. وجدد الحرص والتطلع لتمتين العلاقات العسكرية بين الخرطوم وأبوظبي، وأضاف هذه الزيارة والمباحثات تدعم التواصل بين البلدين وتؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري. جانبه حيا الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس الأركان بدولة الإمارات الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته في التغيير، مؤكدا ثقتهم في قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان. وحول مدلولات الزيارة أشار الرميثي إلى أنها تعبر عن عمق العلاقات وإرادة الجيشين الرامية لتطويرها بناء على الاحترام المتبادل ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من آخر نقطة في الخبر لعكس يعني عمق هذه العلاقات المتجذرة، نتحدث عن هذه المباحثات ومدلولاتها على المشهد العسكري وتبادل الخبرات ما بين الجانبين. وهي الإمارات على خريطة الشعب السوداني لها أيادي كبيرة، ومعروف اقتصاديا أن الإمارات هي الرئة التي ظل يتنفس عبر السودان طيلة فترة العقوبات وحتى الآن، يعني لأنه التعامل مع خارج حدود السودان أصبح كان صعب. أما عسكريا فأفتكر أنه في كثير من الهموم المشتركة، أمن المياه، أمن البحر الأحمر، أمن المنطقة، الفترة الانتقالية في السودان والمخاطر اللي ممكن تشوبها. وأنا أفتكر أنه برضو توقيع السلام في السودان بيستلزم أيضا ترتيبات أمنية وعسكرية لكثير جدا من الحركات، وكثير جدا من الحركات كانت برضو التقت في بداية قبل ما تبدأ المفاوضات، التقت في الإمارات. ففي شؤون كثيرة مشتركة بين الجانبين العسكري.